شبكني في الليل ايش شوية مسكين كل ليلة ابو غرامك الزول في اللون ايتما يسمع الزول مقران ان شاء الله هاتيلي ملاباس. Alors pour cette seconde vidéo, on va parler un petit peu de tout ce qui se passe en Algérie. Il y en a aujourd'hui, il y avait des manifestations un peu partout. Alors dans certaines villes, comme à Béjaïa, comme à Alger, comme à Mostaganem, il y a certaines manifestants qui sont sortis dans la rue pour demander le départ de ce pouvoir. Donc voilà, aujourd'hui on va parler sur cela. Pour nos amis arabophones, enfin ceux qui parlent le langage algérien, حبيت نقول لهم باللي اليوم السبت كما تعرفوا كان شويه الناس خرجوا ماهمش بزاف ماهمش الملايين كما كانوا دونك مي خارجين الناس مساكنين يطلبوا ديما باش هذه الحكومه هذه تروح وتجي حكومه اخرى. عندك الناس كانوا الناس يحبوا يطيحوا النظام وهذه الناس مساكن لا غالب عليهم ماهمش على بال. كاين الناس اللي على بالهم وحابين يديروا بالعاني باش يجيبوا المشاكل للجزائر يحبوا يقسموا الجزائر. الناس اخرين ما على بالهمش مساكن يتبعوا فيهم ويحسبوا باللي كي يطيح كيف اسمها الدوله ما على بالهمش باللي راح يوليو كي ليبيا. وعلى هذا احنا قلنا للناس قلنا يا ولدي قبل ما تخرجوا وتطلبوا باش تطيحوا الدوله لازمكم تخموا وين راح تروحوا من بعد. او شغل واحد عنده دار عنده دار وهذاك ما عنده ولا غالب الدار نتاعو ماهيش كبيره ولا منا ويروح يشعل فيها النار. كي تشعل فيها النار وقال باكزومبل يروح يشوف قال بالك يعطوني فيلا هذيك اللي هي فيلا مش تاعك يا اخي باش يعطيوها لك نتاع استحفظ على دارك الساعه ومن بعد كي تجيب دار اخرى معليش هاك الساعه معليش. الوغ الناس مساكن اليوم يزيدوا يقولوا لهم عيطوا على الجنرالات وسبوا الجنرالات وسبوا كيف اسمه لي فور سيكوريتي ومنونا. علاش عندهم هدف هاد الناس هذو؟ الهدف نتاعهم الوحيد هو انه يسقط يطيح كيف اسمه يطيح النظام. وشكون اللي حاكم دوك النظام باش ما يطيح؟ هما قوة الأمن، هما الجيش الوطني الشعبي، وهما ما لقاوش كيفاه يطيحوا الجيش الوطني الشعبي باش طيح شغل العرصة نتاع في الدار. على بالكم كي العرصة هي اللي حاكمة هذيك البيت هذيك، ما نجموش يطيحوا البيت هذيك خاطرش العرصة الحكومة يحبوا يضربوا العرصة تطيح باش طيح البلاد. هاك الساعة كيما قال واحد، الناس مساكن لا ماجوريتي ما على بالهمش، يتبعوا مساكن وما على بالهمش واش راح يصرى لهم من بعد، ما على بالهمش اليوم ما شافوش اليوم ليبيا باللي راهي ما كان والو في ليبيا، راهي الدنيا ماكلة بعضها، ما على بالهمش باللي اليوم في اليمن كيف كيف راهي الدنيا ماكلة بعضها، ما على بالهمش باللي تونس عشر سنين اللي عقبوا على الثورة نتاعهم هذه اللي عيطوا لها نتاع الياسمين، ولليوم التوانسة مساكن ما لقاوش واش ياكلوا. حنايا مالغري سا حنا عندنا البترول وعندنا الغاز وعندنا وهاكم تشوفوا اليوم ثاني يا اخي قلت كي نعدل لكم العائلات هذوك اللي ياكلوا في الحشيش مالغري كو راه مازال عندنا نبيعوا في الغاز ونبيعوا في البترول. واش تخموا غدوه الله لا يقدر كي يطيح الجيش والجيش يخش بعضاه ويضلوا كيما قال واحد الطيارات نتاع لوطون يبومبارديو في الجزائر بذريعه الارهاب. وشكون وعدنا لو كانوا تولي ساعة الارهاب يولي يحكم كيف اسمه لي بون هذو تاع البترول ويحكم تاع الغاز كيفاش صرنا كي سوريا راح صرنا كي سوريا خاطرش الناس هذو. وكي تقول لهم انت تقول لهم كي يمشي هذا ما يخموش ما يقولكش السيده واش يهضر بالك نخمو شويه لعله قاعد يهضر لنا في حقنا. او كانوا الناس يقولوا ما تسمعولوش السيد هذا راهو نتاع المخابرات، واحد يقول لهم السيد هذا راهو يسلكوا فيه نتاع الدوله باش يهضر كيما هكذا، واحد يقول لهم نو السيد هذا ما على بالوش يهضر نابورت كوا مي انا بون هذا رايي. مي خمو شويه ديروا في راسكم قال يا ولدي حنا كي نطيحوا النظام وانا النظام راح يجي وانا النظام راح يجي برك راح يجيبه وين هوك كيف يجي النظام هذا؟ يعني يجي وحده ويهبط من السماء يهبط يجي يحكم في بلاصه تبون ومنا خموا برك وقولوا شوفوا تاسكو عندي الحق ولا لا. كيف راح يجي النظام هذا يا اخي؟ راح يجي بالانتخابات
اذا كثرت تقولوا نديروا انتخابات، اذا وصلنا للانتخابات، اذا ما وصلناش، اذا دخلت البلاد بعضها ماناش راح نوصلوا للانتخابات. وشوفوا الناس واش يديروا كي شافوا بلي ما قدروش يطيحوا الجيش. شوفوا الناس كانوا اخرين عديان نتاعنا في الداخل بعد مساكن في الداخل بعد عديان نتاع البلاد، وكانوا اخرين في الخارج عديان نتاع الجزائر، ويحبوا بالعاني يطيحوا الجيش ويطيحوا الفورس سيكوريتي باش تطيح الجزائر. اسمعوا تشوفوا، نعقب لكم واحد السيد، اسمعوه واش يقولوا علينا، وتعرفوا بلي راهي كاينه ايادي تجري بالعاني باش 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 بالعاني باش يهتكوا الجزائر، باش يطيحوا كيف اسمه الارمي اللي كان اللي حاكم البلاد. اسمعوا تشوفوا. نشاهده الان حيث يوضح هذا التقرير القوي نقطه الخوف الشديد والرعب الذي تعيشه اسرائيل وجيشها من هستيريا الجزائر والجيش الجزائري، وسيبقى هذا الخوف الشديد تعيشه اسرائيل الى يوم الدين. فالجزائر بالنسبه لاسرائيل كبؤس مرعب، بل كانها قيام الساعه. صحيح الذي منع كتابه من النشر لربع قرن لانه كشف عما يعتبره جبن أريال شارون خصوصا في معركة ضد الجيش الإسرائيلي في ميناء الأدبية المصرية، يقول لم يكن في القرية سوى أطفال وعزل، وكان شارون يصرح أريد أن ترتج السماء والأرض، وأريدكم أن تبيدوهم كالفئران، وأريدكم أن تقتلوا الأسرى وتنكلوا بالجثث. اندفعنا بقوة صوب الأدبية تسبقنا قذائف دباباتنا، وما إن توغلنا في عمق المنطقة حتى وجدنا أنفسنا محاصرين من كل الجبهات. كانت دباباتنا بمعدل 3 إلى 4 دبابات في الثانية، فظننت أن تسمعوا الجيش الجزائري كان يفجر 3 ولا 4 دبابات في الثانية، في الثانية دبابات إسرائيلية إسرائيلية. راكم شفتوا واش يقولوا الناس؟ أنا بالعاني درت كيف اسمه لو كلافي باش ما نديش بيبليسيتي لهاد الناس هذو اللي قاعدين يهضروا، درت له كلافي تاعي برك وعجزت لكم واش يقول. هاد الناس هذو يقولوا باللي الجيش الاسرائيلي راهو يترعد من 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 الجيش نتاعنا، هاني يقولوا كيما هكا، ويقولوا باللي في 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 67 ولا في 73 ولا كي داروا الحرب هذه الاخرى، كي داروا الحرب مع مصر واخي جاوا بزاف، والجزائر جات حتى هي شاركت في الحرب هذه، يقولوا باللي في في ثانيه ها في ثواني كل ثانيه يفجروا ثلاث دي طونك تاع نتاع 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 اسرائيل. حابين الناس هذو اللي يهضروا كيما هكذا، كيما قال واحد شغل واحد يشوف في كروكوديل اخي، تعرفوا الكروكوديل راهي في ما في الماء المسخ هذاك لتحت مدرقه، وواحد يجي يقول لك اسمع شوف هاو نعطيك هاد المويسة هادي هالموس هذا وصوتي في وسط كيما يقولوا في وسط ذاك الماء هذاك، راك شفت الكروكوديل هادي راهي تترعد منك. إذا قبلت أنت السيد هذا وصوتيت في الماء، ما على باليش كذا يلحقوا على نتاعك كيف اسمها على السروال نتاعك ولا ما يلحقوش، والله ما على بالي. حتى حنايا كونتر إسرائيل الناس ما على بالهم، كانوا خويا على بالهم خويين الجزائر، خويين الجزائريين لا غير مساكن ما يعرفوش. كيما واحد النهار نعطينا الجيش الوطني الشعبي مساكن تاعنا قاعدين يشوطيو فوق في النار هكذا ويديروا لي زاكروباسي ومنا ومنا، وواحد يقول له شوف 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 يا خويا شوف، هذو المساكن لا غالب عليهم، ما لهمش كيهضروا كيما هكا، ما لهمش. مي هاد الناس هالعرب هذو نتاع العاد، مش الجزائريين اللي كانوا يهضروا، هذو عرب، هاد العرب اللي يهضروا كيما هكذا ويقولوا كيما هكا، راهم حابين يفلقوا الجزائر، حابين. علاش؟ باسكو هاد العرب هادو على بالهم باللي اسرائيل سي لون دي بروميير بويسونس، ماهيش كاتريام ولا سانكيام، راهم يكذبوا عليكم، راهي سي لون دي بروميير بويسونس، باش ما نقولكمش بلي راهي بروميير بويسونس، انا نقولكم بلي بوتيتر راهي بروميير بويسونس دي موند، في جوج حوايج. الحاجة الأولى عندهم النيكولير، هذه الأولى، عندهم النيكولير، هذه عندها 10 سنين ولا أكثر كيصرحوا باللي راهو عندهم تقريب 200 تيت نيكليير، هذه عندها 10 سنين دوكا ما على باليش قداش راهي طلعت. عندهم بتاتر عندهم حتى لا بومب اتوميك باش يكون في عندكم، هذو اسرائيل. هذه الاولى السلاح اللي عند اسرائيل حنا نحلموا به طول العام والله لا يجينا ولا على عندنا، باش نتفاهموا مليح. بون نروحوا دوكا، هما يحسبوا فيها باللي رانا مازلنا كنحبوا نديروا حرب مع اسرائيل، ها
نجيبوا الطماق ونجيبوا الطيارات ونجيو كيما قال واحد الناس هذو مساكن لا غالب عليهم واش ما يعرفوش مساكن لا غالب ولا أغبية ولا أغبية ما على بالهمش اليوم باللي راهو حتى لو كانت تكون حرب راهو ما يبعثوكش العسكر نتاع نتاع كيف اسمه نتاع اسرائيل راهم يفلقوك بواش يقولوا بالاخر بالكلافي عندك واش يقول الكلافي بالكلافي يفلقوا الجزائر بالكلافي مش بالطيارات وبالطماق كما يهضر السيد هذا في 67 وما عرف واش هو والطماق هذيك راحت كيش ما بقى اليوم الشنفره يجي بالسيف نتاعو ولا فلاش وما نكش بقى هذيك راحت بكري ومن بعد جاوا الطيارات هذوك اللي بومباردي كيما اسمه ومن بعد جاوا دوك التوماهوك اللي يبعثوه من غير بالتوماهوك برك يفلق الجزائر غير بالتوماهوك نتاعهم اللي يبعثها من قاره لقاره تفلق لك الجزائر تاعك ودوكا خلاص هذا الشيء كامل راحت ما عاد لا يضربوك لا بالطيارات نتاعهم لا تنجم انت تطير طيارة لو كان يحبوا الطائره نتاعك ما تطيرش لو كان يحبوا طائره ما تطيرش يديروا لها كيما العراق العراق يا اخي عندهم لي ميور زافيون او موند انفان با افيون لي ميور افياتور او موند العراق في وقت صدام حسين وكيضربوه على بالكم الطيارات نتاعهم ما نجموش يطيروا ما نجموش غير يطيروا برك ما نجموش علاش باسكو ايزون بروييي الاخر كيما اسمو نتاعهم هذوك لي غادار نتاعهم وكذا ومن هنايا عادوا ما يشوفوا والو ظلمه قدامهم ظلمه سي لا تكنولوجي اليوم يا ناس سي لا تكنولوجي قادرين يبعثوا لك ما يبعثولكش العسكر نتاعهم عليكم واش يبعثوا لكم يبعثوا لكم دي روبو تتقابضوا مع دي روبو الروبو ثاني الروبو اللي عندهم راهو اضرب على روحك وتيري على روحك ما دير له والو وهو هو خطش عليه يمشي فيه واش يقولوا بالكلافي يمشي فيه بالكلافي بلاشي ما تنساو باللي لي ساتيليت اللي عندهم وبلاشي وحنا واش عندنا وحنا واش عندنا الانترنت مازلت كيما كاين واحد ساعه نقول لهم ايا طفيو علينا كيف اسمه خلينا نجمو نهضروا شويه ولا نديروا شويه ما عندناش ميم بالانترنت نتاعنا ولكن يحبوا يقصوا علينا الانترنت يقصوا علينا واش عندنا حنا برك واش عندنا انتوما تحسبوا لي الانترنت تاعنا حنا ولا واش بكم يا اخي مساكن جزائريين والله غير مساكن والله العظيم غير مساكن والله غير مساكن ويقولوا بلي ما تهني لو كان جينا احنا مسامين اسرائيل صافي لونطوم اللي خرجناهم يا اخي جزائريين مساكن يا اخي والله غير تشفوني كي تهضروا كيما هكا والله غير تشفوني هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه لازمكم تعرفوها ثاني على بالكم بلي اسرائيل هي اللي جي ستازيوني دامريك ولا ما على بالكمش على بالكم بلي الكونغرس الامريكي لو كونغرس امريكان راهو 80% تاعهم كل يهود باش يكون في عندكم على بالكم بلي كي تقول اسرائيل راك تقول غروند بريطاني على بالك كي تقول اسرائيل راك تقول فرنسا على بالك بلي كي تقول اسرائيل راك تقول لوروب على بالك بلي كي تقول اسرائيل راك تقول لوكسيدون شكون راح يجيك معاك انت يا مغبون شكون راح يجي انت هما لو كان غدوه تقاس اسرائيل لو موند يتقلب لو موند يتقلب وحنايا كي لو كان على قد الغدوه اي واحد يحب يضربنا تعاونوا انتم على جي غدوه لا روسيت الروسي يجي يضرب معنا يوم في مسكين الروس وفي راهو في حاله هو بعده في حاله اليوم اللي نهضر لكم برك اليوم الروس راهو في حاله اليوم ام يا دي مانيفيستاسيون راهي منا راهو مساكن كيما قال واحد راهو راح اليو راس تاع بكري تلقيت راح ما بقاتش دونك لازمكم تعرفوا باللي هذا الفكير هذو الناس هذو اللي يقولوا باللي اسرائيل الجيش الاسرائيلي راهو يترعد من الجيش الجزائري هذ الناس هذو راهم ماهمش حابين الخير للبلاد هذ الناس هذو راهم حابين يفلقوا البلاد حابين يفلقوا البلاد علاش باسكو على بالهم باللي الجيش هو مسكين اللي باقي حاكم الجزائر حبوا يعطيوا له ضربه واحده هو نورمالمون كيما حنا الجزائر من نورمالمون ما نحوسوش نديروا حرب حتى مع انسان حتى نورمالمون حتى السلاح ما نشريوش علاش باسكو ماناش راح نديروا حرب وما نقدروش نديروا حرب على بالكم العراق قداش ندوله ضربت العراق اكثر من 60 دوله اللي ضربت العراق باش يكون في علمكم اكثر من 60 دوله اللي ضربت العراق دونك لازمكم تخموا شويه ماشي تهضروا هضره الزهر ولا هضره الاولاد حنا نجمو حنا نديرو حرب حنا ما نجمو نديرو حرب حنا
والله لا نجمو نديرو حرب مع تشاد. حنا ماشي حرب، الناس يتاكل في الحشيش وحبيتو نديرو حرب. بلا شي حرب الناس ما لقاوش صاشيه نتاع حليب يديوها لولادو وحبيتو نديرو حرب. حنايا كي نهضرو كيما هكذا شغل باكزومبل كي تقول لي انا غدوه ندير حرب مع اسرائيل، راني قلت لك راه الشغل كيف كيف كاين كروكوديل قد قد سخط راهو لتحت مضرك، واحد يجي يعطيك موز قد هكذا ولا يعطيك ما على باليش انا حاجه ولا يعطيك ستيلو كيما هكا يقول لك صوتي صوتي راك قادر تضربو كيما هكا خلاص. ولا كيما كانوا يقولوا يتمسخروا بالشباب بينا واحد الوقت، يقولوا لنا الناس اللي راحوا لافغانستان سبحان الله العظيم، او يهز السفه نتاع التراب نتاع نتاع الاخر يضرب بها الطنق يتفلك. مساكن والله غير مساكن، والناس تمنا والناس تمنوا بزاف الناس اللي راحوا مساكن وماتوا بوليانديتو بزاف بزاف مساكن، الناس يمنوا هذ الخريفات هذو. سبحان الله ارض افغانستان قالوا اهي ارض على بالك ارض طيبه كيما هذيك وكذا، ومنها راك تهز برك السفه تاع التراب وتضرب بها هذاك لي شار يتفلك. يا اخي والناس تمان وكلي كلي صح يعني. مي ربي يهديكم برك، والله ربي يهديكم برك. الناس اليوم راهي حرب التكنولوجيا يا ناس، راهو النيكلوير اليوم الناس راهي تشوف فيك بار ساتيليت. نتوما بوك رواي بلي كطلعوا يحطوا في ساتيليت في القمر ومن هنا راهم حطوه باش تشوفوا نتوما لي فيلم نتاع زورو ولي فيلم نتاع أما على هذا طلعوا حطوا لي ساتيليت لي ساتيليت نتاعهم وعلى هذاك من على بالهم اليوم راهو على بالهم فينا كيما قال واحد حتى فينا واحد كيما انا واش يديروا به ما عندهم ما يديروا به على بالهم بالجيش نتاعنا وعلى بالهم حتى بتبون اليوم راهو حنا والله على بالنا به بدات رومي هو على بالهم كلشي على بالهم كلشي. يعني قلت لكم الخطا اللي فات كي يحبوا يقتلوا هذاك السيد مسكين نتاع ليرون اللي دار لهم الانجينيور تاع ليرون يعني اللي زعما قاعد العالم نتاعهم الكبير كيما قال واحد ما ضربوه لا ما حرشوا عليه لا واحد لا حكموه لا من بعثوا له مترايات من واش يقولوا من ساتيليت بالساتيليت وفيزاوه كانت مرتو ما كانش بحذاه 50 سنتيمتر مرتو قال لهم ما تقتلوش مرتو قتلوه هو برك وسناوه كان عنده 15 غارد كور بلاش الطاكسيات اللي يمشيو معاه ومنه ومنه ونزلوا له المترايوز من السماء وهبطت وقتلوه كما قال واحد باش يقولوا بالكلافي. وانتم حبيتونا اليوم نروحوا نديروا معاهم مع اسرائيل نديروا معاهم حرب ويجي واحد حنايا يقول لك واش يقولوا هذا السيد هذا يقول لك راهو الجيش الاسرائيلي راهو غير جبد له برك الجيش الجزائري يولي يترعد. يا اخي حاله يا اخي يا اخي حاله يا اخي ما من تحبوا تلعبوا انتوما ولا ما ولا من تمسخروا واحد مودي اسكو فو بروني فو كروي كو لي جون سون دي زامبيسيل ولا واش بيكم هذا واش بيكم هذا تروحوا انتوما ديروا حرب ضد العالم انتوما تنجموا تنجمو حتى واحد نقص صدام حسين قلنا صاي خلاص كما كان يقول لهم خلاص لو كان واحد يقدم حتى يطلوا على الدار نتاعو كيف كيف لا ميم شوز روحوا ديروا الحرب اذا حبيتوا ديروا الحرب. انا نقول لكم انا الناس هذو مساكن اللي غالب عليهم اللي ما عندهمش عقليه ومنا انا نقول لهم اذا حبيتوا ديروا حرب روحوا ديروا حرب على المجاعه روحوا ديروا حرب على الحليب جيبوا الحليب روحوا ديروا حرب للناس اللي تروح تسكن حرب باش تغلبوا الناس لابيتا باش نجمو غدوة صباح تمدو الناس تسكن روحوا ديروا حرب على الدواء باش تجيبوا الدواء للناس تداوي هذه هي الحرب اللي ديروها مي باش تروحوا ديروا حرب ضد الامريكان ولا ضد كيف اسمو ضد اسرائيل ربي يهديكم والله غير ربي يهديكم والله غير ربي يهديكم. الانسان اللي يقول الكلام هذا هذا السير الناس هذو اللي كانوا يهضروا الهضره هذه راهم حابين شافوا ايزون بيان فيزي ايزون بيان اناليزي لي شوز قال لك الجزائر ما طيحش غير اذا طاح الجيش نتاعها وشكون يطيح الجيش راكم على بالكم سيادكم سيادكم هما اللي يطيحوا الجيش ما يطيحوش هذو كيف اسمو هذو اللي يخرجوا اليوم قال دوله مدنيه ومن هنا هذو ما خطرش حتى الناس ما يقول لك انا ما نقتلش الشعب نتاعي يقول لك انا خليه يهضر على ارواحهم خليه يغني على ارواحهم انا ما نقتلش الشعب نتاعي مي غدوة صباح لي زاميريكا ولا اليوراسا ولا كيف اسمهم لي زاميريكا ولا
ولا فرنسا ولا الانجليز ولا اي دوله ولا اسرائيل ولا والله لا يشفق عليك والله ما يشفق عليك. واش فاو تشوفوا انا قلت لكم اليوم تشوفوا على ليرون يا اخي ليرون راه اليوم مازال مناصي وانا حنا وحنا وحنا اشوا عليها تشوفوا نذكركم يجي نهار ونذكركم وتشوفوا على فيديو هذه خبيوها مليح طول الصباح تلقاو الترحات ليرون اي بورتون سي اون بويسونس كانت ليرون قبل ما يجيو الذباحين يحكموها قبل ما يجي ايت الله الخميني هذا وجماعته كانت اون بويسونس دونك اشوا مليح اشوا مليح اشوا مليح انا قلتها لكم نهار الثور الصباح تلقاو باللي كيف اسمها ليرون رزاوها فوز لي بوغ الانسان اللي يحب يدير حرب يروح يدير حرب على 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 على, على بوفرتي الناس يتشف مساكن ما لقاش واش ياكلوا هذيك نديروا عليها حرب وي مي تتهدد ولا دير ولا ما كل ما كاين والو الناس بلا شي حرب هاكم تشوفوا ورانا كيما قال واحد انا نسوفري بلا شي حرب بلا شي حرب حنا ما لقيناش الحليب للولاد كيفاش تحب دير حرب انت مع اقوى بويسونس والناس اللي يتمسخروا بكم يقول لكم حزب الله وما نعرف واش ومن ومن والله يا جماعه والله لو كان حزب الله هذا غير يبعد برك هكا على من لبنان يخرج برك على خاطرش على بالكم انا جاي حزب الله باش ما يتمسخروش بكم انتم حسبتوا واحد حزب الله عنده دي كازير نحسبوا راهم مدرقين في وسط الشعب هذا المعلم نتاعو هذا معك نسيت اسمو نقول لكم المعلم نتاع حزب الله قولوا له شش يخرج برك يدير خطاب قدام الشعب والله العظيم والله نطيروه والله نطيروه راهو حتى اليوم كيدير خطاب ما عرف منين يديرو ويحطوه مسجل صدر يسجلو ومن بعد يحطوه في يجيبوا الناس يقعدوا قدام لا تيلي ويسمعوا فيه نصر الله هذا نصر الله نتاعهم ممنوع عليه ينجم يدير خطاب قدام في العلني ونتحدى الانسان يقول لي دار خطاب في العلني عنده تقريبا 10 سنين ولا اكثر ولا اكثر ما خرجش وما باش قولوا يخرج شوفوا وهذو نتاعو اللي تنعتو ينعتو فيهم هذو نتاع هذو كيف اسمهم كيف هي يديروا في هذو مناورات ويديروا منها راه ما عندهم ني كازير ني والو راهم مدرقين في وسط الشعب واسرائيل قالت لك انا ما نقتلش الشعب ما نجمش ندير يعني نبومباردي الشعب لو كان جاو عندهم دي كازيرن صافي لونطون ملي راهم الحاول والله صافي لونطون ملي راهم الحاول دونك ما يكذبوش عليكم يقول لكم بلي هو حزب الله أو حزب الله حزب الله واش يدير مساكن هم يقدروا ساعه ساعه كما كان هكا عسكري ولا نتاع من يتيروا عليهم من بعيد ولا منا ومن بعد الاخرين يهجموا عليهم يظلوا غير يسلك سلك وما يحبوش يقتلوا الاولاد ويقتلوا الناس باسكو هم في الباتيمات على بالكم بلي عندكم انتم كيما شكون حنا عندنا دي باتيمون وشكون عندنا لي ميليتار ما نجموش حنا هو عندنا دي كازار حنا غدوا حنا ساهلين خلاص لو كنديروا حرب عندنا دي كازار ساهلين اللي يجيب لي كازار نتاعنا يروحوا مي هذو نتاع حزب الله هذو راهم مدرقين في وسط الشعب هذو تشوفوا فيهم كاملين هذو نتاع حزب الله هذو راهو ما كاينش منها راهم يقول لكم بلي راهم اسرائيل وما نعرفوش وما نعرفوش هذو تشوفوا فيهم كاملين راهم مساكن والله العظيم لا ينجموا غير شوف غير يرحيوهم ها نعتم لكم هنا راهم ما تشوفوش لهم هذو يدرقوا يديروا دي زونترينمون وكي يحبوا يديروا يروحوا يدخلوا ديريكتومون كيف اسمو يدخلوا ديريكتومون في وسط الشعب باسكو على بالهم بلي اسرائيل ما تقدرش تضرب الشعب دونك الناس هذو اللي قاعدين يستناو في الجزائر باش تدير حرب مع اسرائيل ولا نديرو حرب مع اسرائيل برك قولوا لنا برك على واش بوركوا واش دارتنا اسرائيل باش نروحو نديرو معاهم حرب حنا واش داروا لنا كاش ما داو لنا الجزائر كاش ما جاو دخلوا على الجزائر كاش ما علاش يتكلم واحد يقول لي ها خوينا الفلسطينيين ايه صح معليش خوينا الفلسطينيين ايه وخو والفلسطينيين ماهمش خيان المصروعه وماهمش خيان السعوديين وماهمش خيان الاماراتيين وماهمش خيان العرب كل خيانا غير حنا برك
يا اخي هذا يا اخي يا اخي يا اخي هذا يا اخي والله غير يشوفوا مسكن والله غير يشوفوا والله الجزائريين مسكن ما على بالهمش برواحهم. الجزائريين يحبوا ينفخوهم كي هذيك كيف اسمها لا غرونوي كي كيف كيف اتر بلو غروس ك لا باش يا اخي عليكم واش صارها. اذا ما تعرفوش القصه هذه روحوا تقراوها روحوا تقراوها. لا غرونوي كيف سفير بلو غروس ك لا باش شفت البقره قلت لهم حتى انا نولي سمينه اكثر من البقره. اذا ما تعرفوهاش روحوا روحوا تشوفوا تشوفوا هذا ورجعوا لي الخبر. حتى حنا هكاك الجزائريين ينفخوا فينا ينفخوا فينا ينفخوا فينا بصح لو كان تحركوا ننفجروا والله ننفجروا. الناس نورمالمون يقولوا لنا باللي يا ولدي راكم لازمكم الحرب اللي ديروها لازم نديروا حرب نتاع على 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 الشيء اللي راهو فينا حرب على بوفرتي على على الميزيريه على هذا هو الحرب اللي نديروه. من نروحش انا اليوم نشري سلاح انا باش نروح ندير حرب انا مع المغرب ولا ندير حرب مع مع على باليش انا مع الاخر من ندير علاه ندير حرب مع المغرب واش كاين واش راه كي هما كي حنا نشوفوا على روحنا احنا نشوفوا على روحنا يا خويا بقى المشكله تاع الصحراء ايلوني براسهم بينهم بيلوني. حنا معليش راه كيما قال واحد ندعموا في الناس اللي تحب تستقل ومنا ومنا وي بصح بالكلام مي باش راح ندير حرب انا على جهه الصحراء ما نديرش ما ندير حرب حتى مع واحد مانيش مجد باش نروح ندير حرب والحرب سهله ولا يجيو هاد العرب هادو يتمسخروا بينا حنا يقولوا لنا كي تجبد على الجنود هذه عندها في 67 ولا في 73 ولا ما عرفوش ايه وهذه كي كان الذيب يجي يخش الجزائر يصوق ويروح هكسا هذيك كانوا يهضروا في الهضره هذه كيما قال واحد مي هذه الناس خطاكم من الهضره هذه. عندنا العديان تاعنا في الداخل اللي يحبوا يطيحوا المؤسسه العسكريه هذو عديان تاعنا باش نتفاهموا هنا عديان الجزائر اللي يحبوا يطيحوا الجيش واللي يحبوا يخرجوا البلاد ثاني هذو عديان تاعنا الداخل وعديان تاعنا في الخارج اللي يبعثوا في الاولاد يقول لهم اخرجوا وكسروا وديروا وضربوا سلميه سلميه وشي سلميه سلميه هاكم تخرجوا والله يا كنت تبقاو تخرجوا هكا 30 سنه اخرى والله ما تبدلوا والو واش بكرواي كي تكملوا هكذا بكرواي باللي راح يجي تلبوني يعطيكم الفتحه قال لكم يا جماعه الفتحه روحوا ادخلوا للمراديه يوم ما كانش يوم ما كانش. حتى لو كان تحبوا صح تروحوا ديروا كيف اسمه نروحوا نديروا انتخابات هاكم على بالكم شكون راح يجي راح يجي كان عندنا واش يقولوا بارتي ديمقراطي راح يجي يحكم البلاد نعطوه لنا خلينا نقولوا بلا ما يدير انتخابات نعطيه له الاخر هاي نعطوه لنا وين هو تهضروا على الرسيدي راهم بيفوتيو عليه بلاد القبائل لافافاس كيف وانا الويزا حنون والله ما تدي 10% وانا حزب انا تشوفوا فيه بنتوما بغدوا الصباح يجي رومبلاس يتبون وجمعت وانا نعطونا راح نشوفوا دونك ما كاينش او راح يوليو الناس هذو تاع فلان كيما واش يقولوا بالترافيك كيما مالفين واذا صح دارت انتخابات نزيهه وشفافه راح يجيوكم الذباحين هما اللي يخرجوا عليهم خاطرش الجزائريين يفوتيو على الذباحين محال باش يفوتيو يخليو الذباحين ويفوتيو على الديمقراط ولا محال راح يفوتيو على الرسيدي في 47 ولايه اذا هكا يروحوا تتشبت هيا دوك انا مع الرسيدي انا مع لافافاس انا مع نتاع الفيزا حنون هيا يلا باسكو هادو مود سي دي بارتي ديموكراتيك ما يقولكش ما يقولك ما انا ما ندخلش الدين وما ندخلش الثوره فيها الافكار هادو عندهم دي بروغرام يحبوا يديروهم يلا مي راهم المشكله وانا جهه راهم ما يديوش راهم لي سون مينوريتير اي 47 48 ولايه ماهوش غير لاكابيلي وكيف اسمه وبويره وبجايه نو 47 ولايه دونك الناس ردوا بالكم الناس هذو اللي قاعدين يتزوا في الولاد يقولوا ما خرجوا وباش كيما قال واحد نطيحوا النظام اذا طاح النظام راكم توليو كي ليبيا او والله توليو كي ليبيا ليبيا هما بلاد صغيره لا غالب كيما قال واحد ما لاش راهم مساكن راهم يشفوا مساكن وراهم تحت الارهاب يقول من جهه و كي اسمه الدوله راحت سيفيني طاحت راح حتى هما الجيش تاعهم ما كانش بك ما عندهمش جيش كان عندهم شويه قدافي شويه دالهم شويه حوايج كيما كان عندهم لا جيش الاول
اليوم هما كانوا والو خلاص راه كسروهم وخلوهم شغل هذاك الطير هذا كي تنحيلو الجناح نتاعو طق طق وطيشو كيما كانت ليبيا صرات لها كيما اليوم ها هو شكون فيها هم فيها المصاروه هم يهزوا البترول ها هو الترك يهز في البترول هو الليبيين هم يتقاتلوا هذا نتاعهم هذا مع كيما اسمه حفتر هذا ها هو حاكم جهه وخوينا حاكمين جهه حبيتوا هكا تصرا اذا حبيتوا هكذا الله يسهل عليكم ديروها روحوا ديروها وتشوفوا انا راي نقول حنا ماناش نتاع حرب حنا نتاع سلم اون با بيزوان دو دو غير اون ا بيزوان دو بي لا غير سي كونتر لا بوفرتي لا غير سي كونتر لي مالادي لا غير سي كونتر لو فيروس كوفيد 19 سي سا لا غير il faut donner à manger au peuple. Il faut donner les logements au peuple. C'est ça la guerre. C'est ça la véritable guerre. Mais la guerre, ce n'est pas d'aller agresser tel et tel pays ou faire la guerre avec quiconque. Non. Ratena. Manijmouj. Kibali koulkel. Manijmouj. On ne peut pas. L'insane n'est pas comme le Najmoun d'Iro Harp. Rahoum Jinoun. C'est un fou. Mais la belouche, je suis allé faire la guerre. Voilà, mais la belouche. والله ما على بالو غدوة يشريوها لك يشريوها لنا برك يشريوها لنا كيما شراوها للعراق يفلقونا ولا كيما ليبيا نسيتو والله يفلقونا وخلاص بورتون ليبيا ما كاينش حوايج بزاف جوج طيارات نتاع فرنسا شتو هاي راحت خلاص حتى القذافي خلاو درق 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 نهار كيخرج عطاوه الحس وعيطوا لبني عمو قالوا روح هاو اوليك يا اخي شتو كيما صراتلو كيما صارت لصدام حسين كيف كيف دونك يبان لي الناس لازمها تهز عبره وما يهضروش الهضره نتاع الزهر هذه الهضره نتاع الزهر نتاع الناس اللي يقول لك حنا نديرو حرب وما نعرف واش ونغلبوا اسرائيل هذو الناس هذو راهم مساكن كاين ناس اللي مساكن اللي غالب عليهم نيفو لاردواز ما على بالهم والو اوكي الناس على بالهم قال لك استنى تشوف خلينا نقولهم هكذا باش نزيدو ننفخوهم مليح باش يروحوا يقيسوا اسرائيل كما قال واحد ولا يقيسوا ليستازيني دامريك وعول نتاع على بدو الصباح يجيو يضربوا معاك المسلمين ويجيو معاك يضربوا معاك العرب الله يجي هما بعد يضربوك والله غير هما بعد يضربوك يديروا كيما داروا للعراق دونك ما لازم تخموا شويه وتكونوا في المستوى كي تخموا عرفوا واش تهضروا شيت الناس كنت نجم تهضر الهضره اللي تهضروا فيها وندير والو ريا وبين وبين اليوم راكم تشوفوا كيفاش راكم تشوفوا الناس مساكن ياكلوا في الحشيش هذا ما كانش لاكير راكم تشوفوا ما كانش لاكير راكم تشوفوا الحليب ما كانش ما كانش لاكير السكنات ما كانش ما كانش لاكير وهاكم تشوفوا واش راهو صاري غدوا حنا ما يديروش ما يضربوناش خلاص يديروا علينا امبارغو برك نموتوا والله العظيم غير نموت وكون يدور علينا امبارك ويقفلوا علينا برك لا مير ميديتراني ما يجينا حتى بابور وطياره ما تهبطش عندنا ثلاث شهور اربع شهور والله العظيم غير الدب ياكل الجحش دونك ما فو ريفليشير كيما قال واحد افون داجيغ فو ريفليشير ماشي هنايا وعطاونا طيارات وعطاونا هذا كل شيء دو كاسبياج سي دو كاسبياج كل والو نحنا نجيبو بيهم الطيارات ونجيبو بيهم السلاح ونجيبو من نروحو نعطيوهم الشعبية ياكلو خير باسكو حنا ما نجموش ندير نجموش يكذبو عليك الكاتب اللي يقولك بلي حنا نجمو نديرو حرب مع اي دولة والله ما نقدرو والله ما نقدرو نضربو مام تشاد هذا اللي راهو منا والله ما نقدرو باسكو تشاد علاش عندو الناس عندو الناس تدافع عليه عندو فرنسا تدافع عليه عندو الانجليز تدافع عليه عندو وحنا شكون يدافع علينا شكون عندنا خوانا التوانسة مساكن عندهم واش يقولوا زوز مكاحل تاع كيف اسمه زوز فاشا مساكن الله يا سيدي شكون راح يجي يضرب معانا حنا فهمونا برك شكون بكره يبان لي غدوة اليو ار اس اس ها يجي يضرب معانا يضرب لي ستاسيوني دامريك على جاتنا حنا يضرب كيف اسمها اسرائيل على جاتنا حنا اليو ار اس اس بكره يصح بكره يبلي الاتراك يجيو يضربوا معاك نتايا بكره وي يا دوك اللي في الشباك يا ناس يا
يوريه في الشباك. ولا الخطره اللي فاتت كي جابوا هذاك مسكين الضابط نتاع موريتانيا مسكين جا وقدموا له التحيه العسكريه موريتانيا مسكين. اي موريتانيا واش عندهم مسكين؟ واش عندهم موريتانيا مسكين؟ نعتوا لي واش عندهم؟ تي اليوم يحرب حرب حرب النجوم كما يقول لك اليوم راه سي لاغير دي زيتوال. اليوم راه فتحت الكمبيوتر تاعو كيما هكا يفلق لك قاره. وحنا كي تعرفوا حنا يا اخي احنا التكنولوجيا نتاعنا هي يجوز لا يجوز. هذه التكنولوجيا نتاعنا ملي نثور وحنا يجوز لا يجوز حتى اللي يغرب المغرب. وعندنا اصحاب الحي يقول لك راك تشوفوا حتى الفاكسان جبناه راهم يسالوا تاش اسكو يجوز ولا لا يجوز الفاكسان. ما سالوش على البينيسيلين وعلى هذوك كيف يسموا الدواوات اللي يجي اللي يشربوهم كامل وهذو كل ما سالوش عليهم جاتهم غير في هذا نتاع الكورونا. هذه يشوفوا تاش اسكو يجوز ولا لا يجوز. هذا كل على واش اللي غالب مساكن اللي غالب جهلاء ناس جهلاء. او واش كي نقول جهلاء نسبكم؟ نو. واحد كي يقول واحد جاهل راه ماهوش استيم انسولت. نو جاهل سادير الينيوغ ما يعرفش. هذه هي ماهوش جاهل. يعني واحد كي يقول اسمع يا واحد الجاهل يحسب بلي استيم انجور يسبها. نو هاك تشوف يقول اسمع واحد القبطي علاه قبطي استيم انجور. كي يقول لنا واحد يا واحد الشاوي يقول لي واحد الشاوي نقولوا هيه الشاوي ونص وخمسة وعشرين. اي ماشي انسولت هذه باش نتفاهموا مليح. حتى انيغون الناس اللي غالب عليهم ما يعرفوش يجهلوا الامور. لو كان جاوا ما يجهلوش الامور والله العظيم لا يهضروا الهضرات هذو. والله لا يهضروا الهضرات هذو. اليوم حنا القمح نتاعنا خشتو القمح نجيبو فيه من فرنسا. واش ضربنا ما عندناش الصوارد باش نروحو نشريوه شويه رخيص. رحنا جبناه من ليتوانيا اللي بلاد قد الجزائر برك وحدها يخشوا جابوه مسوس وجابوه فيها المرض ربي وكيف اسمه وليسافي سيكوريتي فاقوا به وترما كانوا يطرحوا الناس. يقول لله يا الحليب عليه ما كانش الحليب بوركوا باسكو ما عندناش الدراهم باش نجيبوا لا بودر باش نجيبوا ما كانش ما عندناش الصوارد حبست علاه الصوارد ما كانش في لي بوز وكرايب اللي الماشينه تخدم برك الدراهم ولا واش؟ او الدراهم ما عندناش ما تجيش تخدم برك الدراهم يولي كوارت تولي لك ساعه باش تروح تشرب قهوه تهز برويطه نتاع الدراهم وما يجيبولك والو باسكو الدينار طاح دونك ما روحوش روح برك وخدم الدراهم يا ناس باسكو ما كانش. حنا نشوفوا وما لاش في لاكير والناس يدزوا فينا يقول لك نجموا اسرائيل راهي ترعد من الجزائر. الوغ لا الوغ لا الوغ لا هذا هو كي انا نشبهها هكا انا نشبهها كروكوديل اللي تعرفوا الكروكوديل اللي فمو كيحل فمو كيما هكا البيرو هذا ياكلو ها ويدخل غير في المياه اللي ما تنجمش تشوفو ويجيك واحد يقول لك اسمع او هنا راني فقت به الكروكوديل او هنا اي هز هزك هاك هاك ستيلو هذا شوف بلونجي ديك تو بلونجي بعد او يخاف من ستيلو دير له ستيلو هكا برك تقتلو. هنا كي تروح انت تصوتي ما نعرف كيما قلت لكم ما نعرف نلقاو سروالك نديوها ولا ما نلقاوهاش. ما نعرف والله ما نعرف نلحقوا على سروالك نديوها ولا ما نلحقوش. دونك كاين ناس نعرفوا الشيطان خطيكم من الهضره هذه نتاع التمسخير الهضره هذه حنا نشوفوا على روحنا العام الثالث حنايا الناس اللي طلعت للقمر حطت لي ساتيليت حطت منا داروا دي روبو حتى كيحبوا يحرشوا عليكم ناسين يدخلوا علينا في الجزائر باش يحتلونا يبعثونا دي روبو ما يجيوش هما خلاص نتخبطوا مع لي روبو. انتوا حسبتوا اذا بعثوكم كيف اسمهم يجوا على الاخر خلاص ما تخسرش. شوفوا برك خطره قداش هذاك شاليت هذاك كيف اسمه شاليت نتاعهم هذاك تاع اسرائيل هذاك الميليتار اللي خطفوه اللي خطفوه الدواء على بالكم قداش العسكري نتاع واش يقولوا طلقوا لهم ما عرف قداه الفلسطيني نتاع حماس نتاع منا ما عرف قداه طلقوا لهم على جهه فرد واحد على جهه فرد واحد باسكو هما يغيضوهم نتاعهم مش كيما حنا. ودوك ان شاء الله نقول لكم الخطره الجايه قداه العسكري مع قداه 1000 ولا 2000 ولا يعني قداه عسكري نتاع حماس ونتاع فلسطينيين اللي طلقوهم مقابل اطلاق سراح هذاك الشاليت هذاك واحد. بكرهين نتوما غدوا يبعثوا لكم العسكر نتاعهم وتجيو تقتلوهم. مي نيمبورت كوا نيمبورت كوا. ولا نجمو حنايا الطيارات نتاعنا غدوا هذو يطيروا ويروحوا يضربوا اسرائيل. الوغ لا الوغ لا
دونك الناس ربي يهديهم. حنا نحبوا السلم، حنا نحبوا نديروا بلادنا للشعب يعيش، نحبوا نقضيوا على هذا الفقر، هذا هو الفقر نقضيوا عليه، هذه هي اللي نحبوها حنا. ما نحبوش حنا نروحوا نديروا حرب مع الناس هنا، واللي يحب يحضرها على بالكم خضرك كان هذا نعاود لكم هذه ونخليكم حتى من بعد. هذا كيف اسمه اللي جابوه راحوا جابوه من المغرب، ربي يرحمه الرئيس تاعنا بوضياف، ربي يرحمه. كي جاب بوضياف خرجوا الناس، يا اخي وقعت فيها الناس يحبوا يروحوا يحاربوا اسرائيل، وخرجوا في الجزائر ومن هنا. ايما عيط كيف اسمه هو عيط ما عرف الجنرال عماري الوقت هذاك ولا معنا، قال له اي قول لهم نبعثوهم يروحوا يجيبوا الكماين ومن باش نهزوهم يديه يروحوا هربوا هربوا. واحد يبقى في الزقاق، علاش؟ باسكو ساهل الهضره، ساهل كي تجيو تمانيفيستيو في الطريق وحنا واسرائيل ونديروا فيهم ونديروا فيهم، كل ساهل هذيك سي لا بلاك سي لا بلاك. علاش حنا عندنا القوه تاعنا حنا خير من مصر؟ ايوا مصر بحذاهم تما كيما قال واحد، توصلوا داروا معاهم لابي. نهار كي دار لابي هذا كيف اسمه انور السادات نضحكوا عليه، الوغ كو انور السادات الوقت هذاك سي إلي انتيليجون، إلي تري انتيليجون، والناس الكل يخونوا فيه، خاين، دار اسرائيل دار معاهم الاخر، ما على بالهمش بلي راهو كي دار مسكين، راهو كي دار مع هذا الكام دافيد هذاك، راهو دار منع البلاد تاعو، سينو كانت مصر ينحيوها يكنسوها. والله يكنسوها. إذا ضربتك إسرائيل تضربك 200 دولار نتاع كيف اسمه نتاع الآخر. 200 دولار تضربك. مش إسرائيل وحدها. ولذكر إسرائيل ما قالش نضرب حتى واحد. راهم عايشين كيف سمعتوا منهم يناوروا ولا يضربوا في الناس ولا نورمال قاعدين يعيشوا والله لا على بالهم بواحد. صح حنا والله لا على بالهم بينا ورانا. بلا تكون تقولوا الجزائر وراهي تكون شو أنا جزائر والله لا على بالهم بينا ورانا خلاص. ما سمعناهم تألموا هما بالكوفيد 19 هذا ولا منا. سي اون بويسونس، سي اون كروند بويسونس. موش بويسونس باسكو عندهم الغاشي، الغاشي ما عادش بويسونس، الغاشي باش يكون في عندكم. بويسونس بلا تكنولوجي. بلا تكنولوجي ولاو بويسونس. مي حنايا واش من واش من تكنولوجيا عندنا حنا؟ واش من تكنولوجيا عندنا حنا لي زالجيريان؟ واش من تكنولوجيا نتاع فركوس لي صباح وليل هو يقول قال الله قال الرسول يجوز لا يجوز، هي لا تكنولوجيا نتاعنا. بون نخليكم دوكا ان شاء الله بالك من بعد نعاود نرجع لكم في ندير الفيديو ونقول لكم قيم ديال هنا. الناس اللي راهي راح تعشى نقول لهم صحه عشاكم، بون ابيتي ا توتي ا توس يا توت الوغ. ولا لبيك ولا هيك بيا في الليل، يا شوية مسكين.
كانت عودي ليا يا الشوية.